السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا مرحبا بكم يا شباب. اليوم شرحنا الثاني للفايف ام والروك ستار، ولكن شرحنا اليوم طريقة تحميل الروك ستار والفايف ام وتصليبهم على الجهاز معنا. طيب، هذه قناتنا المتواضعة ماكس انفورميشن ماكس او ام. طبعا هذه القناة مثل ما حكينا بالفيديو السابق، هذه القناة كانت خاصة بالمايكروسوفت فلاي سيموليتر لمحاكي الطيران، والحين انتقلنا للقسم الآخر اللي هو من البرامج وعملناها شاملة لكل البرامج الألعاب وشروحاتها. طبعا اللي حاب يحذف حساب الفايف ام والروك ستار ويدخل يلعب بحساب جديد عليكم تتابعوا هذا الفيديو، موجود الشرح كامل باختصار. طيب، خلونا على شرحنا اليوم. قبل أن ندخل بالشرح، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ودعم القناة باللايك. طيب، ندخل بأول شيء، ايش نحمل 5M أو روكستار؟ يا حبيبي، أول شيء حمل الروكستار وبعدها حمل 5M، لأنك لو حملت 5M راح يطلب عليك الروكستار. فهمت شلون؟ لان الفايف ام يشتغل كاختصار للروكستار، والروكستار هو اللي راح تسجل فيه الحساب معك وتدخل الكي حق الجي تي اي 5 حق اللعبة، وراح تربطهم ويحمل اللعبة اللي يحمل جراند من الروكستار. وبعد ما يحمل اللعبة راح تنزل الفايف ام وراح يشبك الفايف ام بالروكستار، وراح تدخل على السيرفرات وتلعب اونلاين. طيب، كالاختصار عليك تكتب بالبحث روكستار، روك ار او سي كي اس تي اي ار، اوكي روكستار، وراح تنزل سيدا للداونلود، او اذا حاب تدخل على روكستار جيم او دايركت تروح كاختصار داونلود او لانشر. طبعا انا افضل انكم تروحوا للانشر لتنزلوا بدايركت التطبيق بالكامل اللي هو مشغل التطبيق. راح يدخلك هنا، لا تتفاجأ تقول هذه لعبة ثانية او لا، هذا روك ستار جيم لانشر. طيب، يا انك تضغط هنا داونلود لانشر، او تضغط هنا روك ستار جيم لانشر داونلود فور ويندوز. طبعا انا معي ويندوز، طالع لي سيدا دايركت ويندوز. طبعا لما نضغط على هذه دايركت راح ينزل، راح يتحمل معنا، شوفوا تحت، شوفوا الرابط تحت روك ستار، راح يتحمل معانا على طول. طبعا انا محملنه من قبل ما يحتاج اني احمله ومثبتنه معي بالجهاز. طيب، بعد ما تحملونه راح يفتح لكم سيدي على الروك ستار، وراح تعملوا تسجيل دخول. اذا كان ما عندك حساب بالروك ستار لازم انك تعمل تسجيل حساب جديد. اذا معك حساب من الاساس راح تعمل تسجيل دخول. طيب، مثل ما شرحنا بالفيديو السابق، اصحاب عندهم حساب في الحياة الواقعية وحابين يستغيروا الحساب راح يعملوا، بعد ما يعملوا تسجيل خروج اللي هو حذف الملف ويفتح لهم روك ستار من جديد، راح يعملوا تسجيل حساب جديد عشان يدخلهم بحساب جديد. طيب، على العموم، بعد ما تعملوا تسجيل حساب جديد او تسجيل دخول راح يوجهكم الى هذه الصفحة اللي هي طبعا تنزيل جراند. تنزل تضغط على جراند، طبعا انت معاك الكي، اذا معاك الكي راح يظهر لك هنا داونلود مره، يعني سيد داونلود، تضغط عليه داونلود او انستيل. طيب، من تضغط عليه راح يتحمل معك. طبعا اللعبه مساحتها كثير كبير وراح يتاخر معك تقريبا من يوم الى يومين كذا على حسب سرعه الانترنت معك. على العموم، بعد ما تتحمل اللعبه طبعا ما راح تدخلها، طيب ما راح تدخلها، راح تغلق الفايف، راح تغلق الروك ستار وتحمل الفايف ام. لكن قبل لا نروح للخطوة الثانية اللي هي الفايف ام، راح نشرح لكم طريقة واحدة. الحين اذا انت مش شاري اللعبة وما عندك يعني الكي حق اللعبة اللي ليس حق اللعبة، طيب ايش تعمل؟ بعد ما تحمل روك ستار وتدخل هنا، راح تفتح البرنامج، تضغط على الجي تي اي الجراند. طيب، راح يقول لك باي ناو، يعني اشتري الان. اذا ما عندك الكي ليسن حق اللعبة، طيب ليسن الشراء، تضغط هنا شراء. من تضغط شراء راح يوجهك لصفحة الدفع وتدفع اونلاين وكل شيء. طبعا لازم يكون عندك ماستر كارد او فيزا عند الدفع.
طيب بعد ما حملنا الروكستار وخلاص وحملنا اللعبة جراند كامل نزلت معانا، ايش الخطوة اللي بعدها؟ الفايف ام، لانك بدون الفايف ام ما تقدر تدخل على اي سيرفر اونلاين لطور الحياة الواقعية او الحياة الواقعية. طيب الفايف ام شلون نحمل الفايف ام؟ ندخل على الموقع نكتب فايف ام، ندخل على الفايف ام. اول ما تدخل على الموقع الفايف ام على طول طالع لك هنا داونلود كلاينت، داونلود كلاينت، داونلود كلاينت. اول ما تضغط داونلود يجي هنا اي دونت اجري، انت غير موافق، طبعا هذه شروط الاستخدام كل شيء هنا، او انت موافق. طبعا تقول له انا موافق، من تقول له انا موافق على طول راح يبدأ التحميل. راح اراويكم كمثال، لان هذا حجم مش كبير. ضغطنا موافق على طول بدأ يتحمل معانا، ما شاء الله، ما واحد يعني اضغط اكنسل ولا شيء، على طول تحمل. على العموم من يتحمل معانا خلاص، تحمل معانا الفايف ام، وتحمل معانا الروك ستار، ونزل حملنا اللعبة، الحين حملنا الفايف ام وكل شيء معانا. طيب الحين راح نفتح على الفايف ام وراح اشرح لكم شلون تبحثوا عن السيرفر، اي سيرفر حابينه، وتسجلوا فيه وتلعبوا ان شاء الله. هذا الفايف ام طبعا تثبيته جدا جدا سهل. من هنا من نضغط عليه داونلود راح نثبت البرنامج. من نثبت البرنامج على طول راح ينزل الملفات وكل شيء، وندخل هنا على هذا التطبيق، بيطلع لنا على سطح المكتب، ندخل عليه او نفتحه. راح يفتح معانا البرنامج زي كذا. طبعا هذا ما يحتاج ان نسجل فيها حساب اي شيء، لان هذا وهمي كانك دخول يعني بس. فما البيانات حسابك هنا راح تتخزن دايركت، من تدخل على الروك ستار على طول راح تطلع البيانات حسابك ورقمك وكل حاجة. على العموم الحين حاليا احنا نريد نفتح اي سيرفر. الحين السيرفرات معانا 5439 سيرفر. طيب راح اشوف السيرفر اللي كنت انا العب فيه قبل، هل هو موجود او لا؟ راح نشوف دقيقة، مش هنا. طيب هنا حق السعودية، انا كنت العب سيرفر الكويت. يا كويت اين انت يا كويت؟ هذا الكويت، عسى انه يكون موجود. الحمد لله هذا السيرفر موجود، الحمد لله. راح ندخل على السيرفر. طبعا هذا السيرفر اللي كنت العب فيه مع الديرة، والديرة سيتي ار بي. وطبعا احنا معانا سيرفر خاص اللي هو باد كينج سيتي، سوري، باد كينج ار بي وباد كينج سيتي، معانا سيرفرين وبامكاننا نلعب فيهم. وراح اخلي لكم رابط الديسكورد اللي حاب يتوظف معانا ويدخل. طبعا انا احب هذا، لان هذا السيرفر يعني ان كثير اشخاص فيه، لكن سيرفرنا يعني مش كثير اشخاص فيه، لكذا نحتاج للناس الكثيرة. لكن ان شاء الله بجهدكم انتم ودخولكم معانا للسيرفر راح تشجعونا، وتخلونا نترك السيرفرات الثانية وندخل على سيرفرنا بإذن الله. طبعا هنا يحمل البيانات، التحديثات، الابديت، ما ابديت. شوف راح يحمل لنا 546 ميجا باكسل. طبعا انا راح اكنسل لاني ما فاتح الواي فاي، واتفتح الواي فاي من الجوال، وراح اكنسل وندخل من بعد شوي ان شاء الله من الواي فاي حق البيت، وراح ننزله كامل. طبعا سيرفرنا باد كينج سيتي اتوقع مبند في تحديث، وقف باد كينج ار بي. ايوه غالطين، لان معنا تحديث الحين جالسين يضيفوا الملفات الجديدة للسيرفر. وان شاء الله مثل ما شفتوا هذا شرحنا اليوم. وطبعا على سبيل المثال
على سبيل المثال احنا حبينا نلعب هذا السيرفر، على طول نضغط على النجمة صار القلب وراح يتخزن معانا هنا على طول. هني قائمة القلوب، اي سيرفر عجبنا نضغط على القلب يتخزن معانا هنا. طيب بعد ما يتخزن معانا على راح يفتح لنا هنا خانة جديدة، نضغط عليها اسم سيرفر بيطلع ونضغط عليها وعلى طول ندخل على السيرفر ونلعب. نستني طبعا جدا سهل حلو واستمتعوا ان شاء الله. اما عن الديسكورد حقنا، هذا اللي هو الديسكورد حقنا باد كينج سيتي، طبعا ما غيرناه للار بي، بعدنا طالعين على السيتي لان بالاساس معنا اثنين سيرفرين على الفايف ام، وهذا هو سيرفرنا على الديسكورد باد كينج ار سيتي. طبعا هذا اللوجو حقنا باد كينج سيتي. ما عليكم لا تدخلوا الاشتراك معانا، وين ما حابين تتوظفوا حياكم الله، كل الشروط سهلة ان شاء الله. وزارة الداخلية، المباحث العامة، القوات الخاصة، طبعا انا مسؤول عن القوات الخاصة، والجيش، وزارة الصحة، وزارة العدل، القاتل المأجور، البلاك ماركت، الدعم الفني، تبو في الشكاوي، المتجر، الشروحات، اللوجو، اي شيء حابينه ان شاء الله راح يتسهل عليكم وما راح يكون اي تعقيد باذن الله تعالى. طيب هذا شرحنا اليوم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، قناتنا البسيطة هذه، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ودعمونا باللايكات يا شباب. هلا هلا باللايكات يا شباب، هلا هلا، ونلتقي إن شاء الله بشرح آخر.